طبعا للمرة التانية على التوالي بوجه تحياتي طبعا للجمهور اللي بيصوت لي والجمهور اللي لسه واقف معايا النهاردة واللي بيساندني، بقول لهم الهدية طبعا بهديها لكم، بقول لكم ألف مليون مبروك ليكم، وإن شاء الله السنين الجاية هنفضل مع بعض. جديد إن شاء الله الألبوم، احنا كنا لسه راجعين من أمستردام، صورنا 3 كليبات وشغالين على الرابع دلوقتي. الألبوم في موسم العيد إن شاء الله هيكون فيه 13 أغنية، يعني في شكل جديد وفي ستايل جديد، هيبقى في مفاجأة إن شاء الله. في أسماء كتير جدا، توما وتميم وعادل عايش وأسامة الهندي، مديان، أمير تعيمة، محمد رفاعي، أنا يمكن لحنت لنور الدين محمد كلام 3 أغنيات، معنا مصطفى جاد، أحمد سرور، أسماء كتير يعني. التمثيل يعني هو اتعرض بالفعل لبعض المشاريع، ولكن احنا مركزين الأول في خطوة نزول الألبوم. الألبوم إن شاء الله هينزل في العيد، في موسم العيد، وبعد كده إن شاء الله الحاجات المؤجلة دي هنبتدي من لا احنا بشكل ما بنغني الفرانكو اللي هو الشكل الشبابي اللي هو الحديث أو الإيقاع السريع يعني، إلى جانب إن احنا بنحاول نخلي فيه شوية من الطرب، لأن أنا بطبيعة الحال أنا بلعب عود ودراستي شرقيه، فيعني بنعمل توليفه حلوه. الاستاذ ميمي فؤاد طبعا ببارك له النهارده على تكريمه كافضل مدير اعمال للمره الثانيه، وبيصادف ان هو للمره الثانيه على التوالي وانا للمره الثانيه المره دي احنا مع بعض، فدي الاضافه بالنسبه لي النهارده، وربنا يوفقنا مع بعض، حاطين خطه وماشيين عليها، وانا بسمع الكلام طبعا. ربنا يوفقنا. احمد بالنسبه لي يعني اول مره اشوف احمد كان من خلال التلفزيون، من خلال البرنامج اللي طلع فيه احمد، عجبني جدا جدا، واتصلت بيه بعد البرنامج زي كل الناس يعني اللي عجبهم، فوجئت بصوته، فوجئت بغناه، كلمته على طول بعد البرنامج، قلت له اقول لكم، قلت له ايه؟ طيب قلت له معلم انت جامد قوي، قلت له انت جامد قوي، الحلاوه دي وبتغني غنى حلو قوي وكذا، واتقابلنا والحاجات اللي كانت قدامي قدرت اقول له عليها بسرعه عشان يعملها وكذا، لغايه لما الوقت يعني عدى الوقت وبقينا نشتغل مع بعض. انا حاسس احمد مسؤوليه كبيره، الناس شايفه ان هو ان شاء الله المفروض يبقى في مكانه حلو قوي في الـ في الـ في الوسط الفني، وانا زيهم شايف كده، وبقول يا رب المسؤوليه دي اقدر نقدر كلنا، شركه احمد واحمد وكل التيم ورك اللي معاه، يقدروا يشتغلوا يخلوه ان شاء الله في الحته اللي كل الناس شايفاه فيها باذن الله، وانا معاهم. ما بحبش كلمه سبتي دي والله ابدا، ده شغل زي ما الفنان بيعمل حاجات كتير وبيعمل فيلم ويطلع يعمل فيلم تاني وكده، احنا في شغلنا، انا بالنسبه لي في كاريري دي نقطه انطلاقه جديده مع حد بيبتدي مشواره من الاول، حته انه يبتدي مشواره في الاول، وانا موافق ان هو موهبة جامدة جدا، لاقي فيها متعة، لان انا في الاول فنان، لاقي فيها متعة ان انا نبتدي من الاول وجديد مع تجربة وسط حاجات كتير بتحصل، شكوك وامنيات وكذا، ولما بتتكلل بالنجاح بتبقى حاجة حلوة قوي، انا بحب اعمل كده، ربنا يقدرني يا رب. بقول له الف مبروك، انت نجم كبير جدا، نجم بجمهورك وبشخصيتك وباخلاقك، وان شاء الله دايما لقدام، وربنا يكرم يا رب، تفضل دايما في المكانه الكويسه اللي انت فيها تامر يا رب. هو بس تتر الداعيه مصطفى حسني، برنامج انسان جديد، على عكس السنه اللي فاتت كان تتر مسلسل، السنه دي بس هيبقى برنامج جديد، يعني لسه مش حافظ اجل، لسه مسجلينها امبارح. ف كلامه الالحان العزيز الشافعي، والتوزيع احمد عادل، والهندسه صوتيه مصطفى رؤوف، وان شاء الله تسمعوا حاجه حلوه. رمضان جانا وفرحنا بو بعد يابو، أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان.